ويا دكتورة، هذا اللي استفزني أكثر التصريحات التي استمعت إليها من بعض النواب، الضغط على الحكومة والبرلمان بالضغط على الأمريكان لدفع المستحقات الإيرانية. طيب انت ليش تضغط على الحكومة لدفع المستحقات؟ ليش ما تضغط على الحكومة حتى توفر لك غاز بديل؟ شنو الازدواجية بالمعايير؟ وبعدين تعالوا خلي أقول لكم، أنتوا إذا عندكم ملاءات هنا وهناك لا تفرضونها علينا، لا تمشونها علينا، ولاءاتكم خلوها في مجالسكم. كان على هذه الحكومة والتي سبقتها أن تجيب غاز العراقيين، لأن تعرف بكل شهر بالسابع إيران تقطع الغاز. إيران دولة براغماتية، إذا تنتفع من الشيطان تتعامل وياه. إلا أنتم تصريحات قلبت الدنيا اليوم. قضية الكهرباء في العراق والغاز الإيراني وما تفعله إيران تحديدا بالشهر السابع، تقطع الغاز اعطونا فلوسنا، تطفى الكهرباء درجة الحرارة 50، يعني وهم أصدقائهم والإطار هو الذي يحكم. هسه الرجال الصدر أخذ غراضه وقعد. لماذا إيران يعني لا يعني دول جماعتكم، دول أربعاتكم، دول أصدقائكم، ليش تخليهم أمام النقمة الشعبية؟ وهنالك تصريحات اليوم الضغط على أمريكا لتأمين أموال إيران، ليش مو الضغط على الحكومة لتأمين الغاز بعيدا عن إيران؟ شو تقول؟ شوف، هي أولا أساس موضوع الحلقة تحدثنا فيه عن الفساد. الآن إذا أكو مصداق حقيقي لمحاربة الفساد يجب أن يفتح ملف من استورد هذه المحطات وبات يتعمل على الغاز، لأنه هو من أسس هذه القضية. لأن أنت ما عندك غاز وتجيب محطات تعمل على الغاز حتى ترهن إرادتك بمن؟ ببيت إيران أو غير إيران، أو أنت تتحدث لي صار لك مدري كم سنة على الربط مع دول الجوار، مرة الأردن، مرة السعودية، مرة تركيا، مدري مصر، مدري منو. بالنتيجة النهائية هذا أهم ركن أساسي بمصداق محاسبة فتح ملف. من اللي استورد؟ من جابها؟ من تعاقد؟ قدرون تقدر الآن حكومة السودان تفتح هذا الملف؟ والله العظيم حتى الناس اللي متأذية من الكهرباء تتعاطف وياه وتتحمل، تقول لي أن أكو خطوات جدية بهذا الموضوع، لكن هي ماكو إرادة. لما نحكي على الفساد نجي إلى موضوع ثاني، موضوع تقني. أنت من هل من المنطقي خلصتها علينا حقول الغاز وحقول الغاز واستيراد الغاز، ما تفكر ببدائل؟ لأن حتى صارت قضية سيادية مرهونة سيادتك الآن، سيادة ترى وأهم معالمها مرهونة بتقديم الخدمات. إذا أنت عاجز عن تقديم الخدمات إلى الناس، شلون تتحدث عن سيادة وراهنها إلى الأجنبي اللي هو إيراني؟ جانب آخر، هذا الجوانب التقنية اللي يحكون بها، صدقني هذا نوع من أنواع الحجج الغير مقنعة. قضية مهمة في قضية الكهرباء، ظاهر أكو مافيات ما تريد تحلها، ما يريد يبقى الوضع على ما هو عليه، مستفادة بالتحويل لإيران غيرها. ليش اللوم إيران؟ إيران تتعامل وفق منطق دولة، تقول لك أنا ما أفتح دكان، مو مثلنا فاتحين أبوابهم للإيرانيين، الإيرانيين شي يريدون والإيرانيين يدخلون بضاعة يغرقون العراق وغيرها وما نسد حدودنا قدامهم، والمجاملات الإيران وغيرها من القضاء. إيران تعامل دولة تقول لك أنا الغاز عندي شحة بالغاز، من أعطيك إياه ما أعطيك ببلاش لأن أعوز على مواطنيني. فأنت المشكلة لا تلوم إيران، لوم العراقي، السياسي العراقي اللي طوال 20 سنة رهن اقتصاده ورهن الكهرباء ما تب إيران، هذا المفروض أنه نحاسبه ونوجه له اللوم. تجي إلى أمريكا، أمريكا هي ما عندها مشكلة بالموضوع من اليوم الأول بقضية العقوبات، يقول لك أنا هذا الموضوع قرار دولة مو قرار بيت أبيض ولا سفير ولا غيره، أنه أنت أعطيك سماحات بتستورد الغاز، مو مشكلتي أنت تستورد من دولة مشمولة بالعقوبات، أنت ما تعرف تتعامل منين تستورد وما تعرف شلون تدير هذا الموضوع، فعليك أن تتحمل هذه المسؤولية. اللي ما عنده قرار وما عنده رأي وما عنده موقف بحل هذه المشكلة عليه أن لا يتحدث بأزمة الكهرباء، لأن راح تبقى رهين للأجنبي. دكتور ليث، كمل لي هذا المحور. والله هذا شوف المحور واحدة بس، واحدة، موضوع الغاز والكهرباء واحدة يسقط حكومات، مو حكومة واحدة. ليش؟
لانه مو فقط ليش احنا نستورد الغاز، يعني احنا عندنا غاز طبيعي صار اكثر من 20 سنه هذا النظام لم يستفد منه، هذا كله خسائر طبعا. واخطر ما فعل هذا النظام انه بدد ثروات العراق، مو الحاليه فقط، بدد ثروات العراق المستقبليه يعني لاولادنا واولاد اولادنا. هاي طبعا مشكله كبيره، يعني اليوم ما راح نحس بها، يمكن بعد 20 سنه راح نشعر بها في موضوع الطاقه والمياه والتلوث البيئي الى اخره، او جزء حتى 10 سنوات اقل من 20 سنه. هذه وحده. النقطه الثانيه استاذ نجم، هل من المعقول اننا نمر بنفس الازمه في نفس الوقت مع نفس السلوكيات؟ انه يجي طبعا قبل الصيف بثلاث اشهر اربع اشهر تطلع التصريحات من السلطه ومن اعلام السلطه ومن ما اعرف عندهم يعني مصطلح يسموهم، ما اريد اقوله بالاعلام بس تعرفوه، اللي دول دائما يرددون مواضيع خارج يعني خارج المعقول. تصل التصريحات لكل المواطنين، مثلا تصريح رئيس الوزراء السابق في الشهر الرابع أن هذا الصيف سيكون صيفا مختلفا عن المواسم السابقة. ما الذي اختلف بهذا الصيف؟ في كل صيف في كل شهر سابع تموز يقطع الغاز الإيراني وتقل ساعات التجهيز للكهرباء، ثم تأتي المطالبات بضرورة ارجاع الغاز. وبعدين لماذا نربط يعني ارجاع الغاز اليوم، لماذا نربطه بالاموال؟ لماذا نربطه بموقف الخزانه الامريكيه؟ اذا كان الايرانيون كما يقولون بانهم يعني كلش مهتمين بالشعب العراقي ويحبون الشعب العراقي ويريدون له الخير، لماذا يقطعون الغاز في هذا الفصل بالتحديد، في هذا الشهر بالتحديد على مود الاموال؟ هو بيقطعوا مثلا بالشهر الثالث، بالشهر الثاني، بالشهر الاول، ليش يقطعوا بالشهر السابع؟ وبعدين احنا نجي لازم نصيح يا بيا خزانه يا وزاره خزانه روحي لازم تنطين الاموال. نعم. الى شكرا الايراني. دكتور ليث، هذا الملف بكل تفاصيله استاذ دجيم بكل تفاصيله معيب ويسقط حكومات.